فين دلوقتي؟ يا بيت التفلاته. حلو قوي، هاتهولي بقى وتعالى بسرعه. ايوه حق. يا حبيبي ايه؟ الهرامي؟ ايوه الهرامي. نجيبه هنا؟ نجيبه هنا. يبقى هو من فين؟ يبقى هو من فين ده يا عثمان بسرعه. حاضر يا بيت بسرعه. خشي. اوعى جدع ما تدخلش. اوعى جدع. خد يا جدع. اوعى جدع سيب. سيب يا جدع والله. يا جدع سيب والله. طب سيب. سيبه انا سيب. لا كده انا حضرب بقى. كده انا حضرب. دي مش متعه. انتوا كده خدتونا اخوانا. اسكت اسكت يا ولد يا هرامي، بدل ما يديك بوكس تخليك سابونا لوكس. يا اولاد المحظوظه. ايه ده كله؟ ايه العز اللي انتوا فيه ده؟ احنا مش عايشين يابا. اخلص يا ولد. اسمك ايه؟ اسمي سعيد. سعيد؟ ايوه سعيد. بس بعد اللي انا شفته ده هقوم يسموني تعيس. مدعوس. فاتح. مفلوس. لو اكبر. وايه اللي جابك هنا يا سي سعيد افندي؟ حظنا بيه. حظي باسمه. انما بصلاته على النبي يعني عايشين في العز والفهمه والابهه دي كلها. مش برضه يا بيه نكته من الحب جانب. الابهه اللي انت شايفها دي صاحبها تعب واشتغل وشيل سنين طويلة عشان يعملها مش زيك، عايز تاخد كل حاجة بالسهل يا بلطجي. بلطجي؟ أيوة بلطجي. لا بيه. احنا لا خدنا فلوس وهربنا بره، ولا قبضنا رشاوى قد كده وحطيناها في جيوبنا، ولا تاجرنا في قوت الناس يا سعاده البيت. احنا شايفين البرج هنا من جعاننا يا سعاده البيت، مش برضه يا بيه؟ احنا في البلد دي ولينا حق فيها ولا ايه؟ طبعا في البلد دي وليكوا حق فيها. هو عجب. قول لي يا سعيد، ما دام انت يعني من بلدك عملت لها ايه؟ زرعت؟ تاجرت؟ صنعت؟ حاربت؟ عملت ايه للبلد يا سعيد؟ اديتها ايه؟ اديت ايه للبلد ولا انت عايز تاخد تستاهل وبس؟ اخد يا بيه. ما انا خدت اهانه، خدت مرمطه، خدت بوكس في وشي. صدق وتؤمن ده بيشتي. لا اله الا الله. عربيات الامها اللي على باب الفيلا دي يبقوا شايفينها كده ماشيه قدامهم في الشارع بالعكس وما يقدروش يكلموا اصحابهم، لكن يجوا عليا انا الغلبان اللي واقف على الرصيف يقولوا لي فين بطاقتك؟ خالص يا بيه، يقولوا لي فين رخصتك وانا واقف على الرصيف؟ قلت يا بيه مفيش في البلد دي غير الغلبان بس اللي مش عارف ياخد حقه. يبقى مفيش قدامنا يا سعادة البيه، احنا الغلابة في البلد دي عشان ناخد حقنا غير الدراع والقوة. اللي انت فاكر بقوتك هتحقق الأمانة وعايز تاخد ما تدي بالقوة أو بالمال. ياللي انت فاكر بقوتك هتحقق الأمان وعايز تاخد ما تدي بالقوة أو بالمال. مش راح تدق الأرض أو تطول
يا ست هانم. مين ده؟ يا ست هانم انا حفلت ودورت على شغل في كل مكان وما لقيتش. يا ست هانم انا مش جاهل، الراجل متعلم ومعايا دبلوم. دبلوم؟ ايوه معايا دبلوم، ونفسي اعيش زي الناس مسطور، مش اكتر من كده. يعني لو ربنا رزقك بشغله شريفه سعيد اشتغل وتبقى انسان كويس. شغل يا بيه؟ ايوه اشتغل وابقى خدام لقمه عيش كمان. لا يا سعيد، راجل بيشتغل شغل حلال ياكل لقمه حلال، ما تبقاش خدام لحد. عثمان امر مني يا سيدي مختار بيك. لو سمحت يا عثمان جهز لسعيد العشاء. سعيد اسم سعيد يا سعادة البيت. حاضر. جهز لسعيد العشاء. الهرامي؟ الهرامي ياكل من الاكلينه؟ ولا عثمان ده ايه؟ هيسمع المغرفه. والله العظيم الوقت في البيت ده اتخربت خالص. مكتوب لك يا ابن المخزوف. معقولة يا بنت؟ معلش يا عثمان، عشان خاطري اعمل له العشاء. عشان خاطرك انت يا ست هانم. ايوه اتعشى انا الاول. معقولة يا بنت؟ ايه الكرم ده يا بنت؟ انا جاي اسرقه. تاكلوه يا سعادة البيت. ايوه هو ده بنت العرب بيحسد حتى للي يسيب ليه. البوليس وصل. ايه في الشاشه؟ طب انت؟ ايوه بنت. ايوه عند الراجل في الحرام. تمام. هو ده؟ لا ده سعيد ضيف عندنا النهارده. خش يا حرامي خش. هو ده حضرة الظابط، هو ده المجرم الخاين. سعيد زكي ايه بس؟ حرام عليك، انت عملت ايه يا زكي؟ بس يا فاكريه استني. ايه يا محمود؟ ايه اللي رجعك كده؟ وبعدين عرفت ازاي ان زكي هو الحرام؟ وانا خارج لمحت الافندي البواب اللي مطلوب في بيت العرب وبياكل من خيره، فتح بوابه الفيلا ومشي. شكيت فضلت وقت مستخبي اشوف ايه اللي هيحصل. شو لقيت شويه بنطجيه دخلوا الفيلا، ساعات قاموا عليهم الشغالين، جريت عشان الحقهم ما لحقتهمش، كانوا هربوا. بدور بقى على الاخ زكي ما لقيتوش. فتحت عليه باب اوضته ولقيته عامل نايم، فضلت وراه لحد ما اعترف بكل حاجه. يا نهار ابوك اسود ومنيل؟ ينيلك بنيله. وانا اللي قلت ما صدقت لقيت ابني الحلال؟ عايزك تروح معاه هناك تعملوا هوب في الزنزانه سوا سوا. عارف وانت في السجن معاه كان معدل لك مفاجاه تاني، انا عايزك تاخد معاه واحده سيلفي. الله ده انت طلعت حرامي بقى. وانت يا ست فقريه. قال ايه؟ انا هنا هنا يا ابن الحلال. قولوا انا هنا يا ابن الحرام. قالوا زعلانه من ست صباح عشان لا عايزها جو ولا فطر مال. طبعا ست ما بتحبش القرش الحرام، ست عفيفه بتحب القرش الحلال وبتحب البساطه. يا فقريه الفكريه. انت فقريه. حقوق عليا انا معترف ان انا غلطان. افص عليك. اخصم غير يخص كمان. حد يبقى عندي ناس محترمين افاضل جمل زي دول ويتآمر عليهم ويكون البيت اللي اتربى فيه واكل من خيره. يا راجل يا راجل انا مكسوف لك. صحيح. لا طيب يا